الظهيرة من الميادين، والبداية مع العناوين. داعش ينسحب إلى الخطوط الخلفية لأحياء عين العرب، ومقتل قائد ميداني للتنظيم في المواجهات. نتنياهو ووزراء في حكومته يهاجمون الرئيس محمود عباس ويستنكرون تعزيته بالشهيد حجازي. مبايعون لتنظيم داعش في درنا شرق ليبيا. مش يكون في جوع في حصار. بعد أزمة الوقود والطاقة، مستشفيات غزة من دون وجبات طعام. الأسعار ولات لا تطاق. إيش بقول لك؟ لا تطاق. غلاء الأسعار يحرق جيوب التونسيين، وهيئة الدفاع عن المستهلكين تحذر من تفاقم أزمة الفقر. انسحب مسلحو داعش إلى الخطوط الخلفية لأحياء مدينة عين العرب، وفق ما نقل مراسلنا عن مصدر من داخل المدينة. المصدر أفاد بمقتل أبو مريم الشيشاني، أحد القادة الميدانيين لداعش، كما قتل المدعو أبو ساجد اللبناني من التنظيم. وحدات حماية الشعب قامت بالالتفاف على عناصر داعش وتنفيذ كمائن، بالتزامن مع قصف طائرات التحالف وطلائع البشمرجة مواقع التنظيم وخطوطه الخلفية. وفي التطورات الميدانية أيضا، قتل وجرح عدد من المسلحين في اشتباكات مع الجيش السوري في أحياء الراشدين وبني زيد والشيخ مقصود في حلب. وفي ريف إدلب انشق ما يعرف بلواء سيف الله المسلول عن جبهة ثوار سوريا بكامل عتاده وعناصره. من جهتها، حركة حزم سلمت مقرها وأسلحتها في بلدة معرشورين بريف إدلب إلى جبهة النصرة، فيما بايع بعض عناصرها الجبهة. استهدوا بالله 8/5/2014 أخبار استهداف دشمي عنده في الوصول إلى الحاجز. قتل قائدان ميدانيان في تنظيم داعش، بينهما البريطاني ويليام هامسمو كلينك الملقب بأبو عبد الله، إضافة إلى المدعو أحمد بكير، وذلك بنيران الجيش السوري في منطقة حواجة سكر على أطراف مدينة دير الزور. وفي وقت استهدف الجيش السوري مواقع داعش في حي الحويقة بدير الزور، ذكرت مصادر محلية أن مسلحي داعش قطعوا رؤوس 3 مواطنين بشارع التكايا في مدينة دير الزور، وأعدموا 9 أشخاص في مدينة البوكمال. في دمشق، أصدرت قوى وأحزاب سياسية سورية إعلانا سياسيا تحت اسم الإعلان السوري في مواجهة داعش وقوى التطرف والإرهاب، وأكدت رفضها المطلق لداعش وتمسكها بالهوية السورية الجامعة، وشددت على أن حل الأزمة السياسية بامتياز. وللمزيد أيضا حول هذه اللقاء، ينضم إلينا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. إذا محمد، هل انتهى هذا الاجتماع وما الذي تمخض عنه؟ بالفعل انتهى هذا الاجتماع قبل حوالي الساعة من الآن. شاركت فيه مجموعة من القوى السياسية والأحزاب السياسية في سوريا، من أهمها حزب القومي السوري الاجتماعي، التكتل الديمقراطي، هيئة العمل الديمقراطي في سوريا، ومجموعة أحزاب في الواقع ممن رخصت حديثا. النقاط الأساسية في الواقع، وربما أهمية هذا الاجتماع أو الملتقى، أنه أول يعني حراك سياسي داخلي في سوريا في مواجهة ظاهرة داعش والقوى التطرف والتكفير، موازاة للأعمال العسكرية أو للمواجهات التي تجري في العديد من المناطق السورية. النقطة الأولى بطبيعة الحال هو رفض داعش فكرا وتنظيما وشكلا باعتباره خطر على حياة السوريين. أيضا التمسك بالهوية السورية المتنوعة ثقافيا وأثنيا وعرقيا، التأكيد على أن حل الأزمة في سوريا سياسي وينطلق أساسا وأيضا من تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها قوى السلطة والمعارضة بشكل واضح من أجل الخروج من هذا المأزق. النقطة الأهم أيضا التي تحدث فيها المشاركون هنا على أن يعني داعش باتت هي ليس موضوع موالاة ومعارضة، الموضوع اليوم هو يتهدد الوجود والكيان السوري، يهدد وحدة الأراضي السورية وهذا التنوع الذي تتميز به سوريا أعراقا وديانات وقوميات وإثنيات. نعم، ما أهمية هذا المؤتمر، خصوصا وأنك تتحدث محمد أنه أول مؤتمر بعد هذا الوضع السياسي المتأزم وبعد الحرب على داعش تحديدا؟
في الواقع انه يعني ينقل هذا الحراك من مستوى يعني نشاطات فرديه الى مستوى نشاط سياسي واضح، يعني هذه القوى السياسيه التي كانت موجوده والتي تصنف عاده على انها من معارضي الداخل بين قوسين هي فتحت الباب للجميع سواء في الخارج او في الداخل لاحزاب في السلطه او خارج السلطه من اجل تحويل هذا الهدف الخطر الذي يمثله داعش الى خطر على الوجود السوري ككل. يعني اليوم لم يعد الحديث، يعني وانقل هنا الكلام لما كان يتحدث به المتحدثون في هذه القاعه، لم يعد هو فقط يعني خلاف بين السلطة موالاة ومعارضة وضمن ذلك التركيبة التقليدية، اليوم هو الخطر يتهدد كل سوريا، ما يوجب يعني حتى أحد النقاط في البيان تحدثت عن النفير العام لكافة القوى والإمكانيات السوريين ثقافية واجتماعية واقتصادية وقوى عسكرية من أجل الحفاظ على هذا الكيان والحفاظ على وحدة السوريين. ربما هي يعني القوى الموجودة حاليا هي قوى تصنف ربما صغيرة أو تأثيرها قليل في الشارع السوري، لكن ما يبنى عليها أن تشكل مقدمة للعمل في لاحقا لتنضم إليها قوى أخرى وفعاليات دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية تتحسس مثل هذا الخطر على سوريا وربما يعني على وحدة السوريين وعلى اقتطاع ربما أراضي من الأراضي السورية كما جرى هنا التنبيه في هذه القاعة قبل قليل. نعم محمد، هل كان لهذه القوى والأحزاب أي موقف تجاه التحالف والضربات التي يشنها على تنظيم داعش؟ نعم، يعني كان هو في الواقع ليس في ورقة العمل وإنما في الأسئلة وفي المداولات على أن هذه يعني ليست جدية، يعني الخطر لو كان هناك نية جدية من قوى التحالف الغربي أو الأمريكي والكلام للمشاركين هنا لكان هناك التحرك بشكل آخر ومختلف، ربما بالتنسيق مع دمشق من جانب، ربما من شكل عمل آخر لاستئصال هذا الوجع الذي بات يهدد أيضا إضافة لسوريا العراق وربما دول المنطقة برمتها. لذلك كانت الإشارة هنا إلى أن هذه الأعمال التي يقوم بها التحالف هي أعمال يعني لغايات وربما برامج وخطط يعني تختلف تماما عن الخطر الذي يهدد سوريا ويهدد وحدة الأراضي السورية، والتي يعني اليوم جرى الحديث عن أن داعش هي بعد أن قضمت محافظة الرقة تسيطر عليها هي موجودة في ريف حلب الشرقي في دير الزور، هي صحيح. الآن تهدد شرق حمص من ناحية حقول النفط في شاعر وحيان وكل تلك المنطقة، ما يجعل اليوم يعني تكاتف هذه الجهود ليس في الإطار التقليدي معارضة وموالاة وإنما في إطار درء الخطر عن وحدة سوريا وعن وحدة الأراضي السورية. نعم مراسلنا محمد الخضر كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. بالعودة إلى التطورات الميدانية في ريف إدلب، تمدد داعش والنصرة مستمر رغم ضربات تحالف أمريكا وآخرها كان تمدد النصرة في مناطق بريف إدلب. ما انعكاس ذلك على خريطة المعارك وكيف تتوزع السيطرة في إدلب وريفها؟ التفاصيل مع سارة الحاف. أهلا بكم. أكثر من شهر مضى على بدء تحالف أمريكا عملياته ضد الجماعات التكفيرية في سوريا، لكن مشهد تمدد هذه الجماعات وتحديدا داعش وجبهة النصرة لا يزال طاغيا. في ريف إدلب على وجه الخصوص تتمدد جبهة النصرة في قرى ومناطق جبل الزاوية، السرعة التي تتقدم فيها تسقط كل المراهنات على ما يسمى فصائل الاعتدال لتغيير موازين القوى على الأرض. بعد سيطرة النصرة على منطقة البارة سابقا توسعت إلى خان السبل بعد انسحاب حركة حزم منها وتسليم جبهة ثوار سوريا عتادها إلى النصرة، إضافة إلى سيطرة النصرة على بلدة معرشورين شرق معرة النعمان بعد تسليم حركة حزم مقرها وأسلحتها وقيام عدد من عناصرها بمبايعة النصرة. كذلك تقدمت النصرة في دير سنبل مسقط رأس جمال معروف قائد جبهة ثوار سوريا التي انسحبت منها ومن قرى أخرى في جبل الزاوية إلى ريف معرة النعمان الجنوبي. ولإدلب ربما خصوصية في الأزمة السورية، فهي من أولى المحافظات التي شهدت ظهورا مسلحا في مواجهة الجيش السوري، فكيف تتوزع السيطرة في إدلب؟ الجيش السوري موجود في قلب المدينة وفي الفوعة وكريا مرورا بجسر الشغور وأريحة جنوب غرب إدلب، كما يسيطر أيضا على الأوتوستراد الدولي إدلب اللاذقية، وهذا الأوتوستراد طبعا هو شريان إمداد رئيسي مع الساحل، إضافة إلى معسكري وادي الضيف والحميدية. أما المسلحون فينتشرون بنحو كثيف في ريف إدلب الجنوبي وخصوصا في معرة النعمان وخان شيخون ومحيطهما. هناك أيضا فيلق الشام والفيلق الخامس وما يعرف بالجيش الحر. جنوب شرق إدلب هناك جبهة ثوار سراقب وأحرار الشام وحليف جبهة النصرة جند الأقصى. سيطرت جند الأقصى التي قاتلت مع النصرة ضد جبهة ثوار سوريا تمتد إلى الأوتوستراد الدولي إدلب حلب.
ريف إدلب الغربي تسيطر عليه بنحو خاص جبهة النصرة وفصائل محلية أخرى، أما ريف إدلب الشمالي فتسيطر الجبهة الإسلامية وحركة حزم التي أسسها سليم إدريس، وكذلك هناك وجود للجيش الحر والنصرة التي يبدو واضحا أنها تسعى إلى الامتداد في كامل ريف الشمالي، هي التي كانت ثبتت وجودها منذ بدء القتال مع جبهة ثوار سوريا في حارم وصلقين شمالا مع الحدود التركية، إلى جانب طبعا مجموعات محلية كلواء شهداء صلقين ولواء أحرار حارم. أما داعش فتقتصر سيطرتها على دركوش وعلى عدد من المعابر الحدودية بين المحافظة وتركيا باستثناء معبر باب الهوى التي تسيطر عليه الجبهة الإسلامية. كشف الأمين العام لوزارة البشمركة جبار ياور أن الوزارة طلبت من وزير الدفاع العراقي تجهيز البشمركة بأسلحة خفيفة وثقيلة لمواجهة داعش. وفي مؤتمر صحفي أشار ياور إلى ترحيب وزير الدفاع العراقي بالطلب، واقترح تشكيل فرقة خاصة من أهالي نينوى وكركوك لتحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش. كما أكد الوزير الكردي أن الوزارة العراقية طلبت منه إنشاء معسكر في كردستان لتدريب الجنود العراقيين الذين كانوا يخدمون في الموصل وكركوك. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش العراقي وبمساندة من القوات الجوية الأمريكية ومئات المستشارين يعد هجوما كبيرا ضد داعش. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف من الهجوم هو استعادة السيطرة على الموصل والحدود مع سوريا بحلول العام 2015، وذلك وفق استراتيجية تقضي بعز المسلحين في معاقلهم الرئيسية، ما يسمح للجيش العراقي والبشمركة بمواجهتهم بعد قطع طرق الإمداد عنهم، ودائما وفق نيويورك تايمز. ازدياد غير مسبوق لأعداد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، هذا ما خلص إليه آخر تقرير للأمم المتحدة. التفاصيل مع غراسيا بيطار. السلام عليكم. تضج الصحف العالمية بتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة يحذر من تدفق الأجانب إلى الصراع في العراق وسوريا بنسبة غير مسبوقة. غير مسبوقة، إنه التعبير الذي يستخدمه التقرير، ويزيد بأن هذا التدفق يأتي من دول لم يكن لها باع في محاربة الإرهاب العالمي. في الأرقام يقول التقرير إن 15,000 سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع داعش وأخواته من الجماعات المسلحة، وقد أتى هؤلاء من 80 دولة. أرقام الأمم المتحدة تتلاقى إلى حد ما مع تقديرات الاستخبارات الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن أن مجال نفوذ المقاتلين الأجانب ما يزال في اتساع. لجنة مجلس الأمن التي تراقب نشاط القاعدة تقول إن عدد المقاتلين منذ عام 2010 هو ضعف عدد المقاتلين المنضوين في منظمات إرهابية منذ عام 90 وحتى 2010، والعدد إلى ازدياد بحسب اللجنة. تقرير الأمم المتحدة لم يحدد أسماء الدول الثمانين التي صدرت المقاتلين، لكنه يتوقف عند ظهور داعمي داعش في مناطق غير معتادة مثل جزر المالديف والناروج وتشيلي، وبالإضافة طبعا إلى ملاحظة باتت مألوفة لمقاتلين أجانب قادمين من فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وشمال إيرلندا. ويلفت التقرير إلى قدوم ما يزيد عن 500 بريطاني توجهوا إلى القتال في سوريا والعراق منذ عام 2011. بعيدا من الأرقام، يتوقف تقرير الأمم المتحدة عند مشكلة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية، ويقيم شبه مقارنة بين داعش والقاعدة، فيقول إن داعش جماعة منشقة عن القاعدة لكن التوافق الفكري يجمعهما في حركة أوسع نطاقا. ويذكر بعض الاختلافات بين الجماعتين، فيلفت مثلا إلى الشكل الإعلامي الذي يظهر أو يظهران عبره. داعش يعتلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قوي تويتر وفيسبوك، وفي وقت نفر كثيرون من الرسائل المسجلة التي ينشرها أيمن الظواهري زعيم القاعدة والتي تزيد عن 55 دقيقة. التقرير ختاما يعتبر أن عدم الانضباط الإعلامي هو سياسة يتبعها داعش لكونها تصب في صالح عمليات التجنيد العالمية التي تعتمد في الأساس على تكتيك تعدد جنسيات المقاتلين. يعقد في إمارة موناكو الفرنسية مؤتمر أعمال الدولة 83 للشرطة الجنائية الدولية المعروفة بإنتربول. المؤتمر يعقد بمشاركة 188 دولة ويبحث التعاون بين أجهزة الشرطة حول العالم.
ومن موناكو ينضم إلينا مراسلنا موسى عاصي. إذن موسى، هذا المؤتمر يدور حول النقاش ويتمحور حول كيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب، وخصوصا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من يمكن خلفيات هذه الظاهرة. ما أهمية الآن انعقاد هذا المؤتمر في موناكو تحديدا؟ نعم، المؤتمر الرسمي الجامعة العمومية الرسمية ستفتتح عصر اليوم في موناكو، ولكن الأهم من هذه الجامعة العمومية هو اللقاء الذي عقد صباح اليوم للأمناء العامين لمؤسسة الانتربول التي رأسها الوزير اللبناني السابق إلياس المر عفوا. وهذه المؤسسة هي التي تضع الاستراتيجيات والمشاريع التي على منظمة الانتربول الدولية القيام بتنفيذها بمشاركة الدول يعني العالم كله. هذه الجلسة التي عقدت صباح اليوم وضعت استراتيجية لكافة المشاكل التي يعاني منها العالم وبالأخص وبما يتصل الإرهاب. هناك ثلاثة مشاريع وضعت تهم منطقتنا بشكل مباشر. المشروع الأول يتعلق بمحاربة تبييض الأموال أو نقل الأموال عبر المصارف لاستخدام هذه الأموال في مشاريع إرهابية أو في تمويل المنظمات الإرهابية. الانتربول من الآن فصاعدا سيجد أسلوبا للتعرف أو لخلق هوية لكل من يريد فتح أي حساب في مصرف ما في كل العالم، سيكون له هوية عند الانتربول مباشرة. نعم موسى. للتمحص وللتفتيش عن شخصية هذا الشخص واكتشاف ماذا كان مكانة الأموال التي سيضعها في البنك، ستستخدم في الإرهاب أم لا. المشروع الثاني يتعلق بالسيارة، في كل سيارة موجودة على الكرة الأرضية سيكون لها هوية من خلال إدخال رقاقة منعا لسرقة هذه السيارة واستخدامها في التفجيرات. هذه المشكلة تعاني منها بعض الدول في الشرق الأوسط، خصوصا في لبنان والعراق وسوريا، تسرق السيارات وتستخدم للتفجير في هذه الأماكن. المشروع الثالث هو محاربة الجريمة الإلكترونية. اليوم المنظمات الإرهابية تستخدم وسائل الاتصال الاجتماعية كفيسبوك وغيره من وسائل الاتصال لتجنيد الإرهابيين خصوصا من الدول الغربية ولنشر هذا الفكر الإرهابي على المستوى العالمي. المنظمة الدولية الانتربول سيضع مشروع بالتعاون طبعا مع إدارة الفيسبوك مع إدارة تويتر وغيرها من وسائل الاتصال من أجل حد للاستخدام المفرط لهذه الوسائل الإعلامية. نعم مراسلنا موسى عاصي، كنت معنا عبر خدمة السكايب من موناكو، شكرا جزيلا لك. دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى إدانة مواقف الرئيس الفلسطيني الذي أرسل رسالة إلى عائلة الشهيد معتز حجازي مطلق النار على المتطرف اليهودي يهودا غليك في القدس الأربعاء الماضي. وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لبني وصفت مواقف عباس بالتحريضية والخطرة، ورأت أن من شأن الرسالة تلك أن تؤدي إلى فقدان عباس السيطرة، وعندها ستقع المسؤولية عليه. وعلى وقع الحديث المتزايد في إسرائيل عن مخاطر التحديات في الشمال وعن إمكانية اندلاع حرب لبنان الثالثة، تسلم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أفيف كوخافي مهام قيادة المنطقة الشمالية رسميا. التفاصيل مع منال إسماعيل. بعد أيام على تحذير رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تعاظم قوة حزب الله، تسلم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أفيف كوخافي قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رسميا. إن حزب الله ضعف قوته بنحو 10 مرات منذ خروجنا من لبنان. الجبهة الشمالية الآن في عين العاصفة، كلمات افتتح بها كوخافي مهمته متحدثا عن توقعاته للمرحلة المقبلة وما ينتظر إسرائيل من تحديات. إن الجبهة الشمالية تقع في عين العاصفة الجارية في الشرق الأوسط، كل هذا يضمن استمرار عدم الاستقرار على هذه الساحة. سنواصل إعداد القوات ليوم الأمر وجل عملنا موجه إلى ذلك. تسلم كوخافي منصبه الجديد جاء على وقع الحديث المتزايد في الأونة الأخيرة في إسرائيل عن مخاطر حرب لبنان الثالثة، وهو ما حذر منه بوضوح رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس من أن الجبهة الشمالية قابلة للانفجار. إن التحديات في الشمال قد زادت والجبهة هنا متفجرة ومركبة، يجب المحافظة على جاهزية عملانية والتي قد تختبر في أي لحظة. كلام المسؤولين العسكريين هذا ترافق مع الحديث عن تغيير حزب الله تكتيكاته العسكرية في مواجهة إسرائيل ولا سيما في الجولان المحتل.
ضابط رفيع المستوى قال لي إن كل العمليات التي وقعت حتى الآن ضد إسرائيل في الجولان انطلقت على نحو أساسي من مناطق يسيطر عليها الجيش السوري. وفي ظل هذه التصريحات يرى محللون عسكريون أن قدرة الردع الإسرائيلية مقابل حزب الله تأكلت، وأن حزب الله يبني قوته الهجومية على نحو مختلف، وهو لهذه الغاية بدل استراتيجيته العسكرية ونقاط انتشاره. إن حزب الله الذي يحتفظ لنفسه منذ سنوات بقوة نارية أكبر مما تملكه أغلب دول العالم لم يتوقف لحظة عن مسار التعاظم، يقول المحللون، لكن تركيزه الآن ينصب على الوصول إلى دقة عالية أكبر للصواريخ الثقيلة والأكثر فتكا. تحت وطأة أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وإضراب شركات النظافة عن العمل في مستشفيات قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة عن توقف شركات الطعام عن تقديم وجباتها الغذائية للمرضى نظرا إلى عدم تسديد الحكومة مستحقاتها المالية وسط حالة من القلق لتدهور الوضع الصحي. أحمد غانم. لم يكد هؤلاء المرضى ينتهون من مشكلة نفاذ الوقود وإضراب عمال النظافة عن العمل حتى فوجئوا بتوقف وجبات الطعام الخاصة بهم. وبعيدا عن الأسباب المتمثلة بعجز الوزارة عن دفع مستحقات شركات الطعام، فإن المرضى ينظرون كالجهات المعنية ببالغ الخطورة لتدهور الوضع أكثر فأكثر. لنا من الحرب الله سلمنا، لقينا لازم إيش المريض يكون له راحة، مش يكون في جوع في حصار وفي كهرب وفي أزمة بنزين كمان فوق أزمة الأكل. الأكل بغزينا بدنا ناكل بدنا نعيش. إحنا أنا واحد من الناس بأخذ فلوس مصاريف أركل على الأكل تبع الصحة وأنا ألاقيه مقطوع. طب بيصيرش الكلام هذا؟ يعني يحسوا فينا الجهات المعنية أنه تدور على الموضوع هذا تاع المرضى. حتى اللحظة لم تقم الحكومة الفلسطينية بواجبها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة رفعا من مستوى المديونية لهذه الشركات التي أصبحت غير قادرة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية مع الموردين ومع عمالها الذين لم يتلقوا أيضا رواتبهم منذ 5 شهور، وهذا الأمر يضعف منظومة العمل الصحي. وبالتالي نحن نطالب الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها في حماية منظومة العمل الصحي. حكومة الوفاق أعلنت من رام الله قبل أيام أنها سترسل إلى غزة لجنة إدارية رباعية من وزارة الصحة لمتابعة الأمر عن كثب، وإلى أن تصل اللجنة كما يقول الناس هنا فإن على الحكومة أن تقدم حلولا عملية أو على الأقل أجوبة تطمئن آلاف المرضى وذويهم في القطاع. الحكومة هي المسؤولة، ولكن هل المسؤولة تملك الأدوات؟ حتى الآن لا نملك الأدوات الحقية لإعادة أعمار قطاع غزة. جزء حتى مما يحصل في المستشفيات ومن هذا الأمر كمان هذا جزء يعني من نوع الحصار. نحن حتى الآن نعيش في حصار واقع. أزمات وزارة الصحة بدأت بالتفاقم منذ تولي حكومة الوفاق الجديدة بلف إدارة القطاع، ومعها طرحت أسئلة كثيرة حول أسباب غياب وزير الصحة في هذه الحكومة عن مدينة الأزمات غزة. تتراكم أزمات المؤسسات الصحية في غزة شيئا فشيئا أمام عجز واضح عن إيجاد صيغة حقيقية لتحييد قطاع الصحة عن كل الخلافات التي لن يدفع ثمنها على ما يبدو سوى مواطن أرهقته الظروف. أحمد غانم، غزة، الميادين. يستعد الجيش الليبي لاستعادة أهم نقطة تجارية في ثاني أكبر المدن الليبية بنغازي. متحدث باسم الجيش الليبي أكد أن الجيش حث السكان على إخلاء حي رئيسي في بنغازي يوجد فيه الميناء البحري للمدينة، فيما كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عن إمكان الاستعانة بالجزائر. ووسط مخاوف دولية وأقليمية من توسع تنظيم داعش في ليبيا، تحولت مدينة درنة شرقا إلى إمارة نصب عليها وال يمني. فاطمة قاسم. ليبيا تنزلق نحو الهوية بحسب توصيف صحف غربية لمسار الأزمة هناك إزاء الصمت الدولي تجاه ما يحدث من فظاعة، ليس فقط بسبب ما تشهده مدن كيكلا وغريان وإفران من مواجهات بين جيش القبائل الليبية مدعوما بالجيش الليبي من جهة ومقاتلي فجر ليبيا، حيث قالت مصادر للميادين إن الجيش نجح في التقدم باتجاه وسط كيكلا جنوب غرب العاصمة طرابلس. هذه المواجهات تأتي في ظل سيطرة القوات الحكومية على معظم مدينة بنغازي
الغازي شرق البلاد. اشتباكات عنيفة ما زالت تندلع عند محيط مستشفى الجمهورية بين قوات مجلس شورى الثوار بنغازي والجيش الليبي، تساندها قوات موالية للواء السابق خليفة حفتر، وذلك في وقت طالبت فيه قيادة أركان الجيش الليبي السكان بإخلاء حي الصابري، والذي يعد أهم منطقة تجارية في بنغازي، ويوجد فيه الميناء البحري الذي تصل إليه واردات القمح والبنزين. أما شرقا فقد أعلنت الإمارة الداعشية، بلدة درنة القريبة من مصر استقبلت وفود المبايعين لداعش الذي أضاف إلى ولاياته ولاية درنة، وعين واليا عليها اليمني أبو البراء الأزدي. هذا وجرى تداول مقطع مصور على اليوتيوب ظهر فيه العشرات من الأشخاص تحيط بهم دوريات أمنية عليها شعار داعش يعلنون الولاء لأبي بكر البغدادي في ملتقى مد الأيادي لبيعة البغدادي، والذي أقيم مساء الجمعة الماضي والتي سميت جمعة البيعة. السعودي أبو حبيب المنصب مفتيا على درنة أسس ما يسمى بالحرس البلدي، وأقيم يوم الجمعة الماضي عرض عسكري شاركت فيه 50 سيارة رباعية الدفع جالت في شوارع المدينة حاملة شعار داعش، وهي الخطوة التي تعد بمثابة إعلان رسمي من قبل هذه الجماعة بمبايعة أبي بكر البغدادي خليفة للمسلمين. انضم إلينا الصحفي عريش سعيد، أهلا بك أستاذ عريش. يبدو أن الجيش الليبي استعاد زمام المبادرة ومتجه نحو الحسم، بداية كيف يمكن أن نصف المشهد الآن الميداني في ليبيا ولا سيما في بنغازي؟ نعم، بكل تأكيد هي بنغازي محور الأحداث في ليبيا، وهي منعطف تاريخي معروف في ليبيا. هي بنغازي المحرك التاريخي في تغير الاتجاه في تاريخ الأمة الليبية منذ نشأتها. مدينة بنغازي تشهد منذ أيام انتصارات لوحدات الجيش المدعومة من مجلس النواب، والتي حظيت بدعم كبير جدا من الحكومة ومن المجتمع الدولي ومن الأشقاء بدعم مادي ومعنوي. قام بتناغم مع انتفاضة شباب بنغازي في 15 أكتوبر والانتفاضة على ما يسمى بحكم مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي كان هو غطاء لبيعة ربما كانت ستكون بيعة لدولة داعش، ولكن الليبيون استبقوا الخطوة وقاوموا بأنفسهم وسجلوا خطوة في تاريخهم أنها أول مدينة تنتفض على الإرهاب دون دعم حكومي ودون دعم من المجتمع الدولي. نعم، كيف ستنعكس هذه الخطوة على محاربة الإرهاب ومحاربة هذه المجموعات من قبل الجيش الليبي، خصوصا وأن درنة أعلنت إمارة إسلامية في المقابل؟ درنا جغرافيا ودرنا أيضا اجتماعيا، درنا يمكن أن تحاصر ويمكن أن يضيق عليها الخناق ويمكن أن يسيطر عليها في وقت قصير جدا. تختلف درنا عن مدينة بنغازي، مدينة بنغازي هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وهي كما يسميها الليبيون عاصمة الوطن، فبنغازي تعتبر مدينة كبيرة جدا. إذا ما تم السيطرة على بنغازي فإن درنا ليس من خطر المكان، بالرغم من أن هناك الآن مشتتات من داعش وما إلى ذلك، ولكن درنا سوف تكون الهدف الأخير وسوف تكون السهل في يد وحدات الجيش وفي يد أبنائها وشبابها وفي يد القبائل التي تحيط تلك المدينة. درنا من ناحية جغرافية هي منطقة تقع وسط مرتفعات تسيطر عليها قبائل هي منضوية إلى وحدات الجيش ومؤيدة للحكومة والبرلمان، أيضا هي تتكون من نسيج اجتماعي ربما يتم حصرته اجتماعيا من قبل تلك القبائل التي تحيط بدرنا. درنا ليست من الصعوبة بمكان بقدر ما هي الصعوبة توجد في بنغازي. بنغازي تكاد أن إن شاء الله ممكن في 3 أيام أو ربما أسبوع على الأكثر ويتم السيطرة الكاملة على الجيوب التي تأخذ منها بنغازي. نعم، أستاذ عريش سعيد الصحفي كنت معنا من أجدابيا من ليبيا، شكرا جزيلا لك. موجة غضب واسعة أثرتها عملية اغتيال المفكر والسياسي اليمني البارز محمد عبد الملك المتوكل في صنعاء، وخلفت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية. بيانات الإدانة تعددت من الحكومة والرئاسة ولجنة صياغة الدستور ومختلف الأحزاب السياسية، فيما وجه الرئيس عبد رب منصور هادي توجيها بتشكيل لجنة عليا للتحري والبحث عن الجنات. الرجل المسن ذو الشعر الأبيض الذي هزم الموت في هذا الشهر من العام 2011 بعد محاولة اغتيال عبر دراجة نارية
قادته حينها إلى الأردن سقط مدرجا بدمائه بعد 3 سنوات في هذا الشارع بصنعاء. 3 رصاصات من مسدس كاتم للصوت أطلقها مسلحان على رقبة وظهر ويد الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كما قال شهود عيان. على عودتي ما وصل إلا الرجل مضروح. فأنا أقول لصاحبي ما قال قتله. بصراحة لم نرى أبشع مما رأيناه يعني. إدانات واسعة لجريمة الاغتيال التي استهدفت هذه المرة أحد أبرز السياسيين اليمنيين وأحد دعاة الدولة المدنية. جريمة تهدف بحسب الرئاسة اليمنية إلى خلط الأوراق وإغراق البلاد في الفوضى ودفعت بالرئيس هادي إلى تأليف لجنة برئاسة رئيس جهاز الأمن السياسي في وقت دان فيه أنصار الله الجهات الرسمية التي لم تتعاطى مع رؤى تعزيز الوضع الأمني واستقراره. من قام بالعملية الإجرامية الأخيرة في اغتيال الدكتور محمد عبد الملك هو يستهدف الوطن، يستهدف مشروع بناء الدولة. الحقيقة الدكتور محمد كان بحجم الوطن، لم يكن بحجم جماعة أو مكون أو فئة. الأيادي التي تآمرت عليه والتي باشرت قتله لن تنجو. إجماع سياسي وشعبي على ضرورة فتح تحقيق جاد وكشف المتورطين في هذه العملية التي يستفيد منها بحسب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان من يريدون إغراق اليمن في الدم، فيما اعتبرها رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي اغتيالا للعقل، وتمنت أسرته أن تكون دماؤه آخر دم يسفك في اليمن وأن تكون حاجزا منيعا ضد كل أشكال العنف المتبادلة. جريمة اغتيال الدكتور المتوكل الذي سقط في هذا المكان هي لا شك امتداد لجرائم الاغتيالات السابقة التي استهدفت سياسيين معتدلين مثلوا في حياتهم نقطة التقاء للجميع. لكن أخطر رسائل هذه الجريمة أنها جاءت بعد عمليات فرز وتعبئة، وهنا تكمن الخطورة. أحمد عبد الرحمن من شارع العدل بصنعاء، الميادين. قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه لا يمكن تأجيل الحوار الوطني من أجل جهات لم تحدد موعد حضورها، لكنه أكد استعداد الحكومة لقبول من ينضم إلى الحوار في أي وقت. لا تأجيل للانتخابات ما لم يكن ذلك ضمن مقررات الحوار، قول انقطع به الرئيس السوداني الطريق على دعوات متكررة لقوى المعارضة لتأجيل الانتخابات. البشير استند في موقفه على حرص حزبه على عدم حدوث فراغ دستوري. نحن لما أرسل لمخرجات الحوار نهاية الحوار مخرجاته، بعد ذلك نحن ملتزمين بما يخرج منه الحوار. لكن الآن ما في زول بيقدر، طالما في دستور حاكم في قوانين حاكمة الإجراءات هتستمر. لما نتفق ده شيء ثاني. لكن قوى معارضة ومشاركة في الحوار تمسكت بموقفها من الدعوة إلى تأجيل الانتخابات. حركة الإصلاح الآن المعارضة اتهمت الحزب الحاكم بمحاولة فرض واقع انتخابي على القوى السياسية. مسألة الانتخابات وما الانتخابات ينبغي أن تؤجل. نجتمع كلنا أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة ونقرر في موضوع الانتخابات في تأجيل، نجيب المجلس الوطني، المجلس الوطني يقنن ذلك. في المقابل ثمة متفائلون بين القوى المشاركة على مستقبل الحوار رغم الجدل الحاصل، من بينهم المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي الذي لا تخلو علاقاته مع الحزب الحاكم من مغازلات بعد 15 عاما من الخصومة اللدودة. ده حوار قضايا وحوار مفتوح، حوار الآن يتجه للجميع. بعد ذلك نحن حقيقة الآن أمام رأي عام، أمام الشعب السوداني بأكمله، بنطرح هذه القضايا بشفافية واسعة جدا جدا. وأنا يقيني بأنه أنا بقدم مناشدة حقيقة من هنا لكل القوى الممانعة بأن هذا الحوار حوار حقيقي. ويمثل تحالف الجبهة الثورية أكبر قوى المعارضة الخارجية الرافضة للحوار قبل أن ينضم حزب الأمة بزعامة المهدي إلى ذلك الموقف الذي سبقه إليه الشيوعي السوداني وآخرون. بمن حضر سيتحرك قطار الحوار نهاية الشهر الجاري، ولكن تبقى المحطات النهائية مرتبطة بحجم وأوزان القوى المشاركة أو كما يرى المراقبون. محي الدين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم، الميادين.
لا تزال قضية زيارة برنار هنري ليفي موضع تبادل اتهامات بين القوى السياسية في تونس، فيما السلطات الرسمية اكتفت بالتوضيح أن ليفي دخل الأراضي التونسية بجواز سفر فرنسي وهي لم تكن على علم مسبق لها بالزيارة. حركة النهضة نفت أي صلة لها بالزيارة أو حصول أي لقاء بين هنري ليفي وأي من قياداتها. ويقول هنري ليفي على موقعه الإلكتروني أنه التقى شخصيات ليبية في تونس. من المرتقب أن تعلن حركة النهضة موقفها من دعم مرشح محدد إلى الانتخابات الرئاسية أو اتخاذ خيار آخر. الموقف سيعلنه مجلس شورى الحركة بعد اجتماعات مغلقة، وستعتمد الحركة خيارا من 4 تتم مناقشتها. أولها إعلان دعم مرشح محدد وقد يكون الرئيس المنصف المرزوقي، أو ترك الحرية لمناصري النهضة في التصويت لأي مرشح. والخيار الثالث هو الدخول في حكومة ائتلافية، ورابعا اعتماد خيار المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة. ومن تونس ينضم إلينا مراسلنا عماد شطارة. إذن عماد، لا تزال الاجتماعات أو اجتماعات مجلس الشورى في حركة النهضة مستمرة، هل رشح أي جديد حول الخيارات التي ستتخذها الحركة تجاه المرحلة المقبلة؟ نعم، الاجتماعات تتواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي. كان يفترض أن يتم إعلان بعد ظهر اليوم أو على أقصى تقدير مساء اليوم للإفصاح عن نتائج هذه المشاورات. ما رشح عنها تصريح مقتضب لنائب رئيس الحركة السيد عبد الحميد أجلاسي، قال فيه بأن موقف الحركة بخصوص المسار الرئاسي وبخصوص المشاركة في الحكومة وتركيبة الحكومة ونوعيتها، هذا الموقف لن يتم الإعلان عنه ولن يتحدد قبل يوم الجمعة القادم. أي أن المشاورات بين قيادات الحركة ما زالت في بدايتها وستعرف أشواطا أخرى. ما قاله السيد عبد الحميد الجلاسي أيضا، قال: نحن في حاجة إلى مزيد من المباحثات مع كافة المترشحين. هذا التصريح نستشف منه أنه بالتوازي مع المشاورات في النزل بين قيادات الحركة، هناك مشاورات أخرى تجري مع الأطراف الأخرى التي يمكن أن تشكل تحالفا معها. بالتالي مشاورات مجلس الشورى لحركة النهضة هي تأخذ مبدأ التريث وقراءة المشهد السياسي وقراءة خارطة التحالفات الممكنة، وهي محكومة أيضا بالمساعي والمشاورات التي تجري مع مختلف أطراف اللون السياسي الذي يمكن أن تكون معه النهضة، سواء كانت في الحكم أم في المعارضة. اللافت اليوم أنه مع عدم تقدم مجلس الشورى في حسم أمره واختياراته، عقد رئيس كتلة وفاء السيد عبد الرؤوف العيادي عقد مؤتمرا صحفيا دعا فيه إلى تكوين جبهة وسطية ديمقراطية، ومضى إلى الأمام لأن هذه الدعوة ليست سابقة باعتبار وأن العديد من الأحزاب دعت إلى ذلك مثل التكتل والجمهوري، لكنه دعا إلى توقيع ميثاق بين مختلف الأحزاب يدعو إلى حماية الديمقراطية وحماية ما نص عليه الدستور من حريات، وأيضا إلى تفعيل مشروع العدالة الانتقالية. نعم عماد، بالعودة إلى بالعودة إلى الاجتماعات وطرح هذه الخيارات، هل يعني أن هنالك تباين داخل حركة النهضة؟ يعني أن النهضة تحاول أن تقرأ المشهد قبل أن تحسم خياراتها وقراراتها. قد تكون قيادات النهضة أو قواعدها فيها من يرفض التحالف مع النداء، ولكن قرارات القيادات عادة ما تأتي مخالفة لرغبة القواعد. نحن نعرف أن قواعد النداء والنهضة بينهما تنافر، وقد لا يرحب هذا الجانب أو ذاك يعني بالتعاون في كنف حكومة وحدة وطنية، لكن قد ترى القيادة غير ذلك. إذا ما قطعت المشاورات بين الأحزاب شوطا متقدما، إذا ما جاءت التصريحات لتبجيل المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، إذا ما اعتبر هذا القرار هو قرار تقتضيه المرحلة نظرا لهشاشة الوضع الديمقراطي والأمني في البلاد، كل الخيارات متاحة أمام قيادات الحركة، ونتوقع أن تأتي القرارات باتجاه التحالف مع النداء أو باتجاه التموقع في المعارضة، كل شيء وارد ومبني أو محكوم بالمشاورات التي ستجري في الساعات القادمة. نعم عماد شطارة مراسلنا، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.
غلاء الأسعار في تونس هم إضافي يثقل كاهل المواطنين. معظم أسعار السلع ارتفعت أكثر من 4 أضعاف بحسب آراء المواطنين وهيئة الدفاع عن المستهلكين. ماذا يقول المواطنون؟ مع سميحة البوغامي التفاصيل. أرهقه ارتفاع الأسعار وأتعبته متطلبات الحياة. تأمل خيرا في ثورة كان الكثير يعتقد أنها ستعيد التوازن الاجتماعي وتضمن حقوقهم. المواطن التونسي وجد نفسه اليوم مجبرا على الترفيع في النفقات المخصصة للغذاء ومضاعفتها، ما يجعله غير قادر على مجابهة النفقات المعيشية الأخرى. والله أختي نستلم الحكومة جديدة باش تعدل لنا الأسعار باش تراعي ظروف المواطن، خاطر كي باش نواصلوا هكا البلاد ماشي الهاويه وباش تضبط الاسعار كما كانت قبل. الاسعار غاليه برشا، من الخضر الدجاج اللحم غاليه الدنيا. منظمه الدفاع عن المستهلك حذرت من المخاطر الكبرى التي تحدق بالقدره الشرائيه للمواطن جراء ما تختزله البرامج الاقتصاديه للاحزاب الفائزه في الانتخابات من توجهات ليبراليه. عندنا هاجس وتخوفات من 5 أحزاب التي نجحت الأولى، 4 منهم عندهم توجهات ليبرالية في اقتصاد حر اليوم، و70% من التونسيين نتاعنا من الطبقات الوسطى والضعيفة والمعدمة اللي ما عادش يخلطوا بالتوفير حاجياتهم الأساسية، هذه مفارقة. في ظل وضع اقتصادي متأزم وارتفاع الأسعار بأكثر من 4 أضعاف، لا يزال مشروع ميزانية الدولة المقترح لسنة 2015 محل انتقادات واسعة، فيما يطالب خبراء الاقتصاد بضرورة توجيه تطمينات جدية تحمي المواطن من كل توجيه أو إجراءات مؤلمة لم يعد في مقدوره تحملها. ارتفاع الأسعار يرهق المقدرة الشرائية للمواطن ويدفع بمنظمة الدفاع عن المستهلك إلى دق ناقوس الإنذار من تداعيات السياسية الليبرالية على المجتمع. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. أهلا بكم. أثمرت الجولة 5 من أعمال اللجنة المصرية الأثيوبية توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري الصحي والتعليمي، وتحسنت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد الاتفاق على تسوية الخلافات على سد النهضة بطرق تكفل رضا الطرفين، حيث ارتفع حجم الاستثمارات المصرية في أثيوبيا من 600 مليون دولار إلى أكثر من 2 ملياري دولار، وتتركز المشاريع في القطاع الكهربائي، إنتاج البلاستيك، الزراعة وإنتاج اللحوم. أظهرت بيانات الجمارك اللبنانية انخفاضا في قيمة الصادرات إلى سوريا من 425 مليون دولار في الأشهر 8 الأولى من العام الماضي إلى 153 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الحالي، ويعود تراجع حجم الواردات السورية إلى العراقيل والأكلاف المرتفعة التي يعاني منها التجار السوريون في لبنان، وعودة المنافذ البحرية السورية في اللاذقية وطرطوس إلى العمل، وتوفير طرق آمنة من الساحل السوري إلى باقي المناطق. تراجعت إيرادات اليمن من صادرات النفط 33% خلال شهر آب أغسطس الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل 70% من ميزانيته، وهو منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه إلى 200,000 برميل يوميا بعدما كان يزيد على 500,000 برميل في السنوات السابقة. أكد رئيس سويسرا ديدييه بوركهالتر عزم بلاده على إعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصدر، معتبرا أن أموال الفساد جمعت من خلال ظلم الشعوب. كلام بوركهالتر جاء خلال افتتاح المنتدى العربي لاستعادة الأموال في جنيف. بوركهالتر قال إن الحكومة تعمل بالتعاون مع مصر، تونس، ليبيا، أوكرانيا وهايتي للتوصل إلى حلول مرضية، لافتا إلى أن الجهود حتى الآن أثمرت عن إعادة 1.5 مليار يورو إلى هذه البلدان. وأفرجت سويسرا عن 540 مليون يورو لصالح مصر و50 مليون يورو لصالح تونس. بدأت حكومتا البرازيل والبرتغال العمل على مشروع شبكة اتصالات ستربط الدولتين من دون أي مشاركة أو تدخل تكنولوجي أمريكي.
هذه الخطوة تأتي بعد فضائح التجسس التي قامت بها الولايات المتحدة وكشف عنها العميل السابق إدوارد سنودن. ووضعت الشركة البرازيلية للاتصالات خططا لبناء هيكلية بنى تحتية تربط البلدين على أن ينجز المشروع خلال عام ونصف العام بعدما كان يعتمد على شبكة تمر عبر أمريكا. الرئيسة البرازيلية ديلما روساف أعلنت عزم بلادها على بناء كابل جديد يربطها مباشرة بأفريقيا وآسيا. موقع القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي ذكر أن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة هرئيل لوكر توجه على رأس وفد اقتصادي إلى اليابان في زيارة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الوفد يضم نحو 20 ممثلا عن القطاع الصناعي والقطاعات الحكومية وعن منظمات اقتصادية وأكاديمية. هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى طوكيو في شهر أيار مايو الماضي. يحيي المسلمون غدا العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي. وفي بيروت واقعة كربلاء كانت في إطار عمل إبداعي بالفن التشكيلي وبتشكيلة دينية وثقافية متنوعة. التفاصيل مع فاطمة قاسم. الدور الإبداعي في التعبير عن واقعة الطف جسده 40 فنانا ترجموا هذه المشاعر عبر أنواع فنون مختلفة. بالفن أحيوا قصة كربلاء بمنحوتات ولوحات وصور وأشغال يدوية وأمسيات شعرية كلها تروي عاشوراء. بلدية الغبير في بيروت احتضنت معرضا نظمه منتدى ألوان الذي يضم فنانين تشكيليين من مختلف المشارب اللبنانية سويا رووا حكاية الطف. المشاركات كانت متنوعة من مختلف المناطق ومختلف المشارب، فلقينا فيها المسيحي، الدرزي، السني، الشيعي، كل الطوائف بلبنان شاركت بهذا النشاط. برنار رينو رسام حاك عاشوراء برسم مباشر استغرق 10 دقائق. فنان تشكيلي مسيحي ماروني بمجتمع شيعي أصحابي حبيبي اللي هي تاني مرة برسم شيء لعاشوراء، لأنه مثل ما برسم الفنان بالكنيسة مثل لازم يرسم بالجامع ويرسم للإسلام، لأنه نحن كلنا بنفس الكتاب بنصلي بنفس المعتقدات وكلنا بنحب بعض. النحت بالطين وعرض فواصل بتقنية تودي شكلت البانوراما العاشورائية. عم نحاول ان هاي المأسرة تكون توصل للناس بفكرة حلوة ورائعة، وكأنه عم نحيي حق عاشوراء بس على طريقتنا نحن الخاصة كفنانين. المشاركون وإلى جانب محاولاتهم نقل مضامين الملحمة الكربلائية رسموا بتنوعهم الديني والثقافي صورة أخرى تظهر الوجه الإنساني الأبرز للواقعة التاريخية. السلام عليكم. اجتماع يضم وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة عيسى حياتو مع مسؤولي الاتحاد المغربي ووزارة الشباب والرياضة المغربية سيحدد اليوم مصير كأس الأمم الأفريقية المقبلة في العاصمة المغربية الرباط. الطرف المغربي أبدى تمسكه بتأجيل البطولة إلى الصيف المقبل أو لمدة سنة بسبب تخوف الرباط من فيروس إيبولا. وكان الطرفان قد تباحثا في العاصمة الجزائرية بشأن مصير البطولة على هامش نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يحسم الأمر. وسيكشف حياته عن القرار النهائي عقب محادثاته مع المسؤولين المغاربة. حسم مانشستر سيتي ديربي الشمال الإنجليزي بعدما ألحق الهزيمة بجاره اليونايتد بهدف وحيد حمل توقيع سيرخيو أغويرو. بهذا الفوز ختم السيتيزنز الجولة العاشرة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر، فيما تراجع الشياطين الحمر إلى المرتبة العاشرة. أنا سعيد لحصد النقاط الثلاث وللفوز أيضا. النتيجة كانت في غاية الأهمية، كان هدفا رائعا كما قلت، إن الهدف يعني النقاط الثلاث. تشيلسي يقدم أداء جيدا ويسير دائما نحو الفوز، سنرى إذا كان سيخفق في مكان ما، ولكن المهم بالنسبة إلينا هو المتابعة في وتيرة الانتصارات. المدرب خاغوبا أراساتي يدفع ثمن النتائج المخيبة لريال سوسيداد هذا الموسم ليكون ثالث مدربي دوري الإسباني المقالين. النادي الباسكي قال ابن 36 عاما بعد 6 خسارات و3 تعادلات وفوز يتيم على ريال مدريد في الجولة الثانية من الليغا. صاحب المركز ما قبل الأخير كشف في بيان له تعيين مدربي
الفريق الرديف بالوكالة لحين تعيين مدرب جديد. وسبق لأراساتي قيادة دفة سوسيداد مطلع الموسم الفائت خلفا للفرنسي فيليب مونتانيي، قاده إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وحل سابعا الموسم الماضي. في التنس، احتفظ نوفاك ديوكوفيتش بلقب دورة باريس بيرسي بعد الفوز في المباراة النهائية على ميلوش راونيتش. النجم الصربي اكتسح منافسه بمجموعتين نظيفتين ليضمن صدارته للتصنيف العالمي حتى نهاية الموسم. النجم الأول عالميا عانى من إصابة في ساقه اليمنى، لكن ذلك لم يمنعه من المضي قدما نحو التتويج. ابن 26 عاما وقع على اللقب العشرين في دورات الأساتذة، علما أنه أحرز سابقا 7 ألقاب في البطولات الكبرى. ديوكوفيتش سيشارك في لندن الأسبوع المقبل في آخر دورات الماسترز، وإذا فاز سيبقى على رأس لائحة التصنيف العالمي حتى نهاية العام. في عالم الفورمولا 1، لويس هاملتون يقترب من التتويج بلقب بطولة العالم ويدخل سجل الأرقام القياسية من بابه الواسع. سائق مرسيدس حصد جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حساب زميله الألماني نيكو روزبرغ. بطل 2008 حقق فوزه العاشر هذا الموسم والخامس تواليا. هاملتون انتزع فوزه 32 وتجاوز نايجل مانسل بطل 92. هاملتون رفع رصيده إلى 316 نقطة، متفوقا بفارق 24 نقطة على روزبرغ قبل جولتين على الختام. ومن الرياضة إلى فقرتنا الأخيرة، فقرة الماضي الحاضر.